زي ما تابعنا معكم قبل قليل، يتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا النهارده في اكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عام. هيتم تتويج طبعا ملك تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسه وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس بيعود تاريخها لحوالي 1000 سنه. الأمير تشارلز تولى العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاتها في سبتمبر الماضي. هيصبح في سن 74 سنة كأكبر ملك بريطاني، يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 سنة عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة ويستمنستر في لندن.